انت نبدا معاك طارق. علاش العميد حسين الغربي؟ اولا اهميه جهاز الحرس الوطني. جهاز الحرس الوطني تاريخيا كان في كبرى المنعطفات التاريخيه، تاسيس الجيش 63 ولازار الشرايطي، ومن بعد عزلوا على وزاره الدفاع ولا جزء من وزاره الداخليه، ثم 87 7 نوفمبر حبيب عمار، ثم يعني المنعطفات الكبيره في مكافحه الارهاب، العمليات الكبيره نتاع مكافحه الارهاب، وجوستومون هو العميد الغربي كان موجود في عدد هام من العمليات نتاع مكافحه الارهاب اللي صارت في الشعابي وغيرها من البلايص. هذه من ناحية التاريخية العامه، لكن من ناحيه الخصوصيه الان مرحله الاخرى، الحرس الوطني زاد ماخذ اهميه اكثر من العاده. نعرفوا الحرس الوطني الاهميه نتاعو الميزه نتاعو انه الاكثر انتشارا على مستوى ترابي اكثر من الجيش واكثر من الامن، لانه موجود في نواحي الحواضر وموجود في المجلات الريفيه وعلى الحدود في نفس الوقت. بالضبط ويحرس الحدود. موجود بشكل خاص من زاويه علاقات دوليه، لانه الحرس البحري حتىش الجرجيس وقبلها ومن بعد كان موجود حتى في نقاشات الصحافه الغربيه وخاصه الايطاليه حول مساله الهجره غير النظاميه. صحيح. ثم جاءت الحادثه الارهابيه في جربه وكملت حتت الحرس البحري في الموقع هذاك. دونك الجهاز هذايا كانه الاهميه نتاعو قاعده تزيد، او على الاقل الفيزيبيليتي نتاعو قاعده تزيد في اهميه حتى التوازنات الداخليه نتاع الاجهزه، الاجهزه الحامله للسلاح وعموما التوازنات نتاع اجهزه الدوله. وذلك علاش التغيير هذايا مهم جدا. الخلفية نتاع العميد الغربي هو أنه متخصص في مكافحة الإرهاب، لأنه كان يرأس الوحدة المختصة للحرس الوطني اللي في بري بوركبة، واللي هي عندها أهمية خاصة، عدد من العمليات المهمة نتاع مكافحة الإرهاب عملوها هو ما تحصل هو دايور على وسام إثر النجاح في تصد عملية إرهابية في 2020، وسام الأول من رئيس الجمهورية مع زوج قيادات أمنية أخرى. دونك هل الشخص هذا في حد ذاته داخل الجهاز تنجم تقول هو اكثر شخص متخصص في الموضوع هذا، لانه هو تراس عبر الحكومات تراسها الوحده المختصه هذه الشهيره اونتر بارونتيز، لانه تدعم تحظى بدعم دولي حتى على مستوى التدريب وعلى مستوى الخبره من اطراف الشريكه لتونس. دونك للاسباب هذه انا نرى اللي هو ربما من اهم الاحداث الاسبوع هذا، ولا يعني ذلك الا احداث اخرى غير مهمة.